أراد مواصلة المشوار وإحداث المفاجأة بعدما بلغ هذا الدور للمرة الثانية في تاريخ النادي، لكن ذلك كان صعبا أمام فريق والآخر يعد مدرسة كروية اسمه نصر حسين داي. بلغ هذا الدور في 23 مناسبة، وعينه والآخر البحث عن لقب ضاع عن خزائن النادي منذ سنة 79، وهو اللقب الوحيد للفريق. المباراة سيرها بامتياز الحكم عبيد شارف وأصحاب الضيافة النصرية، بحثوا عن حسم الأمور منذ البداية، فكان لهم ذلك بفضل تألق أحمد قاسمي صاحب التمريرة الأخيرة لمبينجي مفتتحا باب التسجيل. حدث ذلك بعد مرور 10 دقائق من اللعب. إذن هدف أعطى الدعم اللازم لزملاء كريم غازي الذين أبطلوا مفعول كل محاولة أبناء طاهر شريف الوزاني. دفاع صلب كان دائما في المكان المناسب، وحارس أيضا تصدى وأبقى شباكه نظيفة اسمه بوسوف. ولأن فلسفة المدرب يوسف بوزيدي واضحة، فكان لزاما ترجمتها فوق أرضية الميدان بخلق الفرص وتكثيف المحاولات التي أثمرت هدفا ثانيا أمضاه أحمد قاسمي في الوقت البدل الضائع من المرحلة الأولى. والنصرية تحسم الأمور في هذه المرحلة بما أن الشوط الثاني لم يحمل الجديد على مستوى النتيجة. نصر حسين داي واصل المشوار وحلم بلوغ النهائي الثالث في تاريخ النادي بدأ يراود محبي ملاحة حسين داي.